السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ اي نعم. شيخ مصطفى، انا مش بعرف اواظب على الصلاة، يعني اصلي شوية واقطع، والصلاة ساعات بتبقى تقيلة عليا، وانا زعلانة يعني ان انا مش عارفة التزم. زعلانة ده فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني مش زعلانة، انا مش عارفة تكفي اعمل ايه يا شيخ يعني. مصطفى، انا بعزم كل مرة تعوذي بالله، لا. تعوذي بالله، اسألي الله العون، لأن ترك الصلاة جريمة من الجرائم الكبرى. يعني ممكن والله أشوفنا والله تقع يقول، مني صلاة. الله يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمتوعد بالويل وهو واد في جهنم الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فاتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك.